طيب نطلع على قد هذا السيستم بدنا نعمل عليه، بدنا نصمم له الكيو ار. هاي عندي ايه، انا حطيت هون الفا، خلينا نحط الفا تحت. وهي الفا، فحطينا ايه، حطيت ايه وحطيت بي. هلا من A و B هلا حطيت انا Q، لاحظوا هون Q حطيتها الايدنتيتي ماتريكس، و R حطيتها كمان ايدنتيتي ماتريكس لانه عندي سنجل انبوت سنجل اوتبوت. كيف عرفت انه عندي سنجل انبوت سنجل اوتبوت؟ من B تمام. والفا اعطيتها في الحاله هاي، خلينا نعطيها واحد حتى يكونوا الاثنين متساويين. اذا انا هون عمالي بقول انه الفا بتساوي واحد، فالانرجي مهمه عندي زي ما البرفورمانس. هذا راح اشغله كريجليتر، اذا شغلته كريجليتر شو راح يكون يو بيساوي؟ ما في شيء ار، ما في. فانا كل اللي بقوله هون انه بدي الستيتس تروح لزيرو بالسرعه اللي حطيتها بكي، بس مش انا اللي راح احدد كي هون. لو بدي احدد كي هون شو برجع بعمل؟ بليس او اكر، مش هيك؟ بصمم انا البول بليسمنت. بس انا هون عمالي بقول انه بدي الستيتس تروح تروح لزيرو لانه هذا راح يشتغل كريجليتر، او اذا صار ديستربنس او تغير بدي ستيتس، او اذا كان فيها انيشال فاليو. مش ممكن ستيتس يكون لها انيشال فاليو؟ اذا كان ستيتس لها انيشال فاليو بدي اياها تروح لزيرو بالسرعه اللي بحددها كي. لكن كي هون راح يطلع معي بطريقه مختلفه عن السابق. فالانستركشن راح استعمله هون هو كي بي اي. هلا بي ما راح اذكر، ما راح ادخل تفاصيل بي لانها على علاقه بالثيوري تبعت ال كيو ار. بس اي مهمه، اي بعطيني الايجن فاليوز تبعت اي ماينس بي كي. ايش هم الايجن فاليوز تبعت اي ماينس بي كي؟ اول شيء ايش الايجن فاليوز تبعت اي؟ ايش هدول بحكولي؟ البولز تبعت والايجن فاليوز تبعت اي ماينس بي كي هي البولز تبعت الكنترول. فهذه اي اللي هون بعطيني الايجن فاليوز للسيستم الجديد اللي كان انا ممكن اطلعه A ماينس B في K، مش هيك؟ ما دام اعطاني K. اذا بدنا ناخذ هذا الانستركشن بيطلع معي K من هون. K هلا بعطيني هو K اللي راح استعملها حتى احقق الاوبتمايزيشن بحيث انه Q و R يتحققوا بالحاله هاي. فهذا هون L Q R. خلينا نعمل رن لهذا الجزء. فإذا عملت رن لهذا الجزء راح ياخذ الفا ويحطها واحد، راح يبني السيستم A و B، راح ياخذ Q وراح ياخذ R وراح يطلع لي هذول من هون. نعمل له رن. اوكي، اذا اللي صار هون هي ار انا حطيته واحد، كيو كمان ايدنتيتي ماتريكس، طبعا هذا ان باي ان لانه ثيرد اوردر سيستم، هذا 1 باي 1 لانه عندي 1 يو و1 واي. هلا اعطاني كيز، هي الكيز، هي البيز وهي الاي. اذا شو معنى الكيز هذول؟ إذا بدنا نعمل الاوبتمايزيشن اللي حكينا عنه ونوازن بين الانرجي والبرفورمانس بشكل متساوي، K1 اللي بدها تنضرب في مين؟ X1 K2 و K3 هاي قيمها. إذا حطيت هدول راح يكون الايجن فاليوز تبعت السيستم الجديد، مش هذا نوع من البول بليسمنت، بس بول بليسمنت مش بشكل مباشر، مش أنا حطيت البولز. البولز تحددوا، أنا حددت الكرايتيريا تبعت اليوزر ريكوايرمنت اللي هي الكيو والآر. طلعوا معي البولز ناقص 5 على الريل اكسس، وهدول كومبلكس كونجيجيت بير بحققوا اوفر شوت معين. وهلا راح افرجيكم لو انا حددت البولز ممكن احدد بولز احسن من هدول، بس ايش راح ادفع الثمن؟ مش راح تزيد بالانرجي، بالانرجي راح تزيد عندي، راح يصير في عندي انرجي اعلى، فراح استهلك انرجي اعلى بهذا السيستم. اوكي، اذا هي اول خطوه عملناها، طلعنا كي المطلوبه لهذا السيستم. خلينا نشوف بعدين الخطوه اللي بعدها ايش بصير. هلا بعدين راح احدد انا دي بتساوي زيروز من هون، وبعدين راح ابني السيستم الجديد، راح ابني سيستم جديد سيس. هلا هون انا اخذتها زي ما هو ماخذها بالكتاب، زادوا عدد الانبوتس والاوتبوتس، فعمل بي ايدنتيتي ماتريكس وسي ايدنتيتي ماتريكس. شو بصير اذا صار سي وبي ايدنتيتي ماتريكس؟ بصير فول ستيت كنترولبل فول ستيت اوبزرفبل، بس هذا الريليفنت مش مهم كثير. التركيز الان انه احنا ربني ستيت سبيس سيستم. ايش تي بتساوي زيرو لاربعه؟ ايش بنينا من تي؟ فيكتور. شو بيمثل تي الفيكتور هذا؟ من 0 ل 4 عدد السامبل، سامبل تايم، رح نبني زمن مقداره 4 ثواني، بدنا نعمل سيميليشن للسيستم ل 4 ثواني.
كل سامبل بينها وبين اللي بعدها قديش؟ 10 ملي سكند. وبعدين رح نعمل ريسبونس للسيستم انيشال. ايش يعني؟ بعطي اكس انيشال فاليو مقدار الفيكتور هذا اللي موجود هون وبعمل بطلع هذا الريسبونس. فبطلع الريسبونس للستيت سبيس سيستم او السيستم بايش موصوف لهذا الانيشال ريسبونس اجينست التايم تي اللي موجود هون. بعدين انا استخرجت من اكس، استخرجت اكس 1 كفيكتور، راح يطلع فيكتور لانه اكس راح تكون ريسبونس لتي، واكس 2 واكس 3. وكمان طلعت يو، يو ما احنا قلنا بتساوي ماينس كي في اكس من هون. بعدين راح نعمل بلوت، راح اشيل انا البوز هذه من هون. بعدين راح نعمل بلوت سب بلوت، سب بلوت 2 2 ايش يعني راح يبني؟ راح ياخذ اربع بلوتس، اثنين في اثنين، وراح يحط البلوت الاول، البلوت الثاني، البلوت الثالث، البلوت الرابع، ها؟ سب بلوت، راح يعمل بلوتنج لx1 وx2 وx3 ويو، انا اخذت يو من هون، يو اخذتها هون ماينس كي اكس. اذا رجعنا كملنا فين نطلع الريسبونس اللي صار عندنا هون. شو ايش الانيشال فاليوز كانت عندنا؟ اظن كانت 1 0 0 مضبوط. هي 1 الانيشال كونديشنز عفوا 0 وهي 0 مش هيك؟ هلا لاحظوا، هلا انسوا هلا يو لفتره. هلا هذا السيستم بما انه ريجوليتر وين بده يروح؟ يو اكس 1 واكس 2 واكس 3 للزيروز مش هيك؟ لانه ريجوليتر مضبوط. السرعه اللي راح يروحوا فيها والاوفر شوت والرايز تايم وكل الترانزنت ريسبونس ايش راح يعتمد؟ على الكيس مش هيك؟ او على الايجن فاليوز تبعت السيستم الجديد مزبوط؟ يعني عملنا الايجن فاليوز تبعت السيستم الجديد، فراح ينزل هذا لزيرو، وهذا هو زيرو راح يرجع لزيرو، وهذا راح يروح لزيرو. بس لاحظوا هدول شو عملوا هدول؟ هدول كانوا زيرو، ليش تغيروا؟ عشان يحققوا سرعه الريسبونس اللي موجوده هون، وصلوني لزيرو، هي وصلت زيرو، وصلت زيرو، وصلت زيرو. السرعه اللي وصلت فيها تعتمد على الايجن فاليوز. بهاي الفتره شو استهلكت من الاكتويتر؟ مش انا باخذ ماينس كي في اكس وماينس كي في اكس بروح بدخله على الاكتويتر، والاكتويتر بده يطلع اوتبوت يتحكم بالسيستم. هاي الانرجي، هاي السيجنال اللي هي يو، هاي ممكن كانت تكون فولتس، ممكن تكون كانت تكون تورك، ممكن كانت تكون نيوتنز مزبوط. لاحظين هذول كل السيجنالز، هذول السيستمز شو يعني فولت؟ مش فولت سكوير بعطيني باور او بتناسب مع الباور؟ فولت سكوير في تي بتناسب مع الانرجي اللي استهلكتها. كيف هذا بدي احسب الهي هي الاريا تبعته؟ هاي الاريا بدي اربع يو مزبوط، بربع يو وباخده اجينست تايم. يعني لو اخذت هذه السيجنال اللي موجوده هون وربعتها وكملتها اجينست تايم، هي هي يو. هذا بتناسب مع الانرجي مزبوط، مش انا ربعت. لو كان هذا فولتج، لو كان فورس، لو كان تورك، لو كان بريشر، يو اوف تي ممكن كان يكون بريشر او فورس نيوتن او تورك نيوتن متر او بريشر ايش وحدته؟ باسكال او فولت. هلا هو بده ينضرب، بده ينقسم على ريزيستر او ينضرب في شيء، بس هو بتناسب. لو ضربته في كونستنت، لو قسمته على كونستنت، هاي القيمه مش هي بتطلع انرجي؟ لو ضربنا هون في كونستنت، في كونستنت معين ما بنعرف شو هو، بلاش نستعمل كي سي، هاي بتساوي بتطلع مظبوط. اوكي، فاحنا عمالنا بنقول انه الاريا تحت هذا، بس طبعا الارياز النيجاتيف ما بتشطب الارياز البوزيتيف. ليش؟ كلها يعني بربع، لما بربع هون لو ربعت يو اوف تي ما راح يضل شكلها زي هيك، راح تصير كلها الارياز بوزيتيف. فكاملها واضربها بكاملها اجينست تي من زيرو لانفينيتي، راح تعطيني الانرجي اللي موجوده. هلا لو جينا احنا قلنا انا مهتم اكثر بالانرجي، بدي الانرجي تكون اقل من هيك. لاحظوا قديش القيمه التوب، القيمه هون تبعت يو اوف تي تقريبا كانت 0.21 او شيء زي هيك. لو جينا قلنا احنا مهتمين اكثر بالانرجي من هون، ورحنا غيرنا الفا، وجينا طلعنا هون الفا غيرناها، اذا زدت الفا ايش عمالي بزيد؟
الويت تبع مين؟ الانرجي. تبع الانرجي، خليني مثلا اخذ هذه اثنين من هون، فالمفروض شو يصير في يو؟ تنزل. بس شو راح يصير بالريسبونس تبع اكس؟ راح ياخذ وقت اكثر حتى يوصل للقيمه هاي، فانا ضحيت في اكس عشان اخفف اخفف الانرجي. ايش تلاحظوا صار في يو؟ قديش كانت؟ كانت 0.22، قديش صارت؟ اذا اكيد صار هون، هلا هذول انا مش قادر اقارنهم، مش راسم الرسمه الاصليه، بس رح تلاحظوا هذول سرعه سرعه وصولهم للزيرو زادت. يعني الزمن حتى ياخذ حتى يوصل للزيرو صار اسوء. لو جينا عملنا العكس هلا، قلنا انا هون قلنا مهتم اقل بالانرجي واكثر بالسبيد اوف ريسبونس، وبدال الفا ما احطها 2 راح احطها نص. رح يصير الانرجي تزيد بس سرعة الريسبونس رح تتحسن. وهلا رح نحط احنا حتى بولز من عندنا، رح نحط بولز شديدة. اوكي، هي الانرجي صارت 0.42 تقريبا، فدفعت انرجي اكثر بس سرعة الريسبونس صارت عندي اسرع. رح نحط هلا رقم، هلا رح الغي كل ال كيو ار وانا رح اغير الكي زي ما انا بدي، زي ما كنا نعمل بالاول، فزي ما كنا نعمل بالبول بليسمنت.